شكرا لكل الناس اللي علقت باسلوب لطيف وكانت بتدعي لي ان ربنا يهديني ويقويني على طاعته، وانا فعلا محتاجه الدعاء ده وربنا يتقبل منكم. واسمحوا لي اختلف مع بعض الناس اللي بتقول انت قدوه ومثل اعلى ومش عارفه ايه. لا، انا عمري ما كنت قدوه لا بالحجاب ولا من غير حجاب، واذا كنتوا شفتوا حاجه مني حلوه فده من ستر ربنا عليا وعلى عيوبي.